مرحبا بالقادة والمهتمين بأبحاث القيادة مع دكتورة غادة العنقاوي، حيث تقدم لكم أبعاد القيادة المتعددة للمنظمات وفرق العمل، وتلتقي بكم كل أسبوع في لقاء شيق لطرح مفاهيم حديثة تثري رحلتكم القيادية. مستمعينا الكرام، حلقة اليوم مميزة وكل حلقات البودكاست كذلك، ولكن لأننا اليوم في وسط الحدث والأزمة اللي تمر فيها بلادنا تحت رعاية قيادتنا الرشيدة ويمر بها العالم أجمع، ألتقي بشخصية قيادية مهمة هي معلم وشاهد لأحداث سابقة وأزمات محلية وإقليمية. ولأن القيادة النيو كاريزمية تعني بفعالية السلوك القيادي في اتخاذ القرارات الاستراتيجية في مراحل التغيير والأزمات الانتقالية تحت ضوابط الإيثار والمرجعية الأخلاقية، فإن الدكتورة غادة عنقاوي متحدثة هذا البودكاست تستضيف مثل أعلى ونموذج حي يحكي تلك القيادة بتصدره لحماية الوطن والدفاع عنه، وهو معالي الفريق ركن السيد طلال بن محسن العنقاوي مدير عام حرس الحدود والوالد الكريم لدكتورة غادة. مع الفريق ركن معروف على مستوى محلي وإقليمي بالعديد من الإنجازات في مواقف حرب الخليج والدفاع عن الحدود من التهرب والتسلل والقرصنة البرية والبحرية، وهو أيضا سيد الموقف في عمليات الإنقاذ البرية والبحرية للسفن والبارجات عبر منافذ الحدود العديدة، وهو أول من دفع محرك الابتعاث داخل القطاع للدراسات العليا للدكتوراه، وخلف تنفيذ أحدث التقنيات في المسح الجوي والإنقاذ البحري والبري، كما أنه شارك في الكثير من المؤتمرات العالمية الخاصة بأمن الموانئ والمطارات ولجان مكافحة تهريب المخدرات، وعضو في المنظمة العالمية لشرطة الموانئ والمطارات قيادة فذة وابن قائد فذ، حيث أن والده رحمه الله كان مديرا لشرطة جدة في عهد الملك فيصل رحمه الله، وهو أيضا صانع قادة من الكثير من أبناء هذا الوطن والقيادات الحالية التي تشهد له بكل الفضل والتقدير، ومنهم ابنته الدكتورة غادة، حيث أننا منذ بداية تسجيل هذه الحلقات ونحن نتطلع لهذا اللقاء تحديدا مع الفريق. نحييك تحية حارة ونتطلع إلى حديثك الشيق اليوم حول القيادة، حياك الله. الله يبارك فيك، حياك الله، أهلا بك وبالابنة الفاضلة الدكتورة غادة. الله يخليك، شكرا. أولا يعني والدي الكريم مثلي الأعلى ليس فقط في حياتي الشخصية، وإنما أيضا اختياري لتخصص القيادة له يعني تاريخ، ويرجع تاريخه إلى أولا جدي الله يرحمه، والد والدي العميد محسن عنقاوي الله يرحمه، كان مدير شرطة جدة في عهد الملك فيصل، وشهدت جزء من قيادته وشهدت أيضا قيادة والدي كاملة حسب ما أذكر من طفولتي، وأنا أتطلع إلى قيادته على أنها نموذج أعلى، وأثرت كثير في أبحاثي وفي اتجاهي الحالي في القيادة النيوكاريزمية. فأهلا وسهلا بوالدي، وستكون هذه طبعا يعني أثر خالد لي أنا في هذا اللقاء اللي يشهد العالم إن شاء الله الآن وفيما بعد لأجيال قادمة بإذن الله تعالى. طيب خليني أبدأ معك معالي الفريق أبو نايف، بداية حدثنا عن القيادة من زاويتك كما تراها أنت. الحقيقة التعريف مختلفة، لا شك أن هناك أمثال ابنتي الدكتورة غادة وكثير من العلماء والمفكرين والمتخصصين في مجال القيادة عرفوها بتعريفات كثيرة، ولا شك أنه كل واحد بينظر لها من وجهة نظره، وأيضا في البعض بينظر لها بشمولية تامة. احنا نعتبر يعني كعرب ومسلمين لنا القدوة الحسنة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وهم النموذج الأعلى لنا جميعا. ثم ما وفقت به هذه البلاد بقيادة في عصرنا الحديث، لأنه أنا من المعاصرين
يمكن من ولادتي في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله عليه غفر الله له. كان فاحنا اذا معايشين القاده بدءا من الملك عبد العزيز، وهي تعتبر القياده ايضا النموذجيه الحديثه بما كانت له من نظرات وتعاملات على مستوى العالم كله، تعامل مع الغرب وتعامل مع دول الجوار، وفي نفس الوقت أسس هذا الكيان بنظرات ثاقبة وبنتائج لله الحمد نعيشها حتى الآن. وواصل القادة من بعده نائب الملوك وحتى عهدنا الحالي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده. أما لو نظرنا إلى القيادة بنظرة عسكرية صرفة، فنجد أنه القائد هو الجندي في الميدان، ولا يجب أنه القائد دائما ينظر نظرة من علو ويترك مساعدي والقادة الميدانيين بدون ما يكون معهم، سواء في الدرجة الأولى بوسائل التواصل اللي احنا الاتصال والتواصل اللي احنا عشناها وعشينا، أو بالحضور الميداني الفوري لمواقع الأحداث، وبالذات حرس الحدود. يعني احنا تعلمنا برضو من قادتنا الأولين أن نكون في مكان الحدث وعلى رأس الحدث، وهذا لله الحمد كانت من أحد المعطيات والميزات اللي أنا عشتها، سواء كضابط مبتدئ في العمل، سواء طبعا هذا بعد تركي لكلية الملك فهد الأمنية ونقلي إلى حرس الحدود. في الواقع أني عايشت كل أساليب وطرق القادة الأخدمين، وأيضا يعني سال لي لله الحمد الفرصة أني صقلت بدورات متقدمة في بريطانيا ثم في باكستان في دورة أركان، وتعاملت مع كل أنواع القادة العسكريين في الميدان، سواء في الحروب حرب الخليج أو في المواقف الأخرى. فلو رجعت للنظرة وتعريف القائد، هو القائد هو الرجل الذي يعيش في 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 اوقات الهدوء او فقات الهدوء النسبي، لانه ما في حاجه اسمها هدوء كامل طالما انه الانسان على راس عمله، فهو دائما حتى لو ما في مواقف يجب انه هو يتفاعل مع ابسط الامور، وليس الامور التافهه، لا، مع ابسط الامور ويصنع منها موقف، حتى انه يعلم نفسه ويعلم الغير بأنه ما هو كل حاجة أقول والله بسيطة، وزي ما هو دحين مستخدم في الأجيال الأخيرة، كل ما تقول لهم حاجة قال لك عادي، فكلمة عادي هذه ما هي عندنا، ما هي موجودة في قاموسنا إحنا القادة. لا، كل أمر من الأمور يجب أن نعطيه أهميته، لأنه النار ومستصغر الشرر. يعني فيجب أن القائد يكون له نظرة ثاقبة ويقلب الأمور بمنظار سليم، وحتى لا، وهذه قدوتنا في سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نتكلم عن المواقف والأحداث اللي عاشها كقائد، نعم، ما يكفينا لا الوقت هذا ولا وقت غيرنا يعني. نعم. فعموما أنا يعني أعتز جدا بأني مضيت وبدأت في 15 سنة الأخيرة كنائب، سنتين ثم 13 سنة كمدير عام، وعايشت كل الأحداث الساخنة مثل حرب اليمن، حرب الخليج الثانية، عدة حوادث حصلت يعني ولله الحمد، وكانت المواجهات فيها مشرفة، وكانت يعني على مستوى طبعا القيادة العليا الدولة. وتعلمنا من قادتنا الأولين كيف أنه إحنا نحلل المواقف، وكيف أنه إحنا نحمل أعباء
لأنه القائد هو المناط به، لأنه إحنا نعتبر القيادة الوسطى. القائد اللي هو قائد أي قطاع عسكري أو أمني هي القيادة الوسطى، يعني القيادة العليا هي تنطلق من سواء قائد منطقة أو أمير منطقة أو على المستوى الوزراء وخادم الحرمين وكذا، هذه القيادة العليا. فالقائد الوسط مسؤوليته دائما هو يكون في الحدث، ما ينسحب من الحدث مهما كانت الأحوال مهما كانت الأمور. وأيضا وجوده راح يرفع معنويات القادة الميدانيين، وبالتالي القادة الميدانيين لهم بالضبط بيرفعوا من مستوى المنفذين اللي هو يعتبره هو الرجل الأول اللي بيواجه الحدث، الجندي البسيط اللي احنا الآن موجود في الميدان في كل ميدان من الميادين الشرف والكرام لله الحمد. جميل جميل. طيب أبو نايف، سنتحدث أكثر عن موضوع القيادة في ظل الأزمات، ونحن ربما في الوقت الحالي نعتبر في أزمة انتشار هذا الوباء ليس فقط على مستوى المملكة وإنما على مستوى العالم. سنتحدث عن إدارة الأزمات وكيف نتعامل معها، لكن قبل لا نتكلم عن هذا الموضوع ودنا شوي ناخذ القيادة إلى المنزل، خصوصا أنه الكثير من الأشخاص اليوم وحتى يعني من سيسمعوننا أثناء إذاعة هذه الحلقة سيكونوا موجودين في المنزل، وقامت الدنيا مثل ما يقولون في كثير من المنازل بسبب هذا التوقف، خرجت الكثير من التحديات. كيف نصنع القيادة داخل المنزل ونحن في مثل هذه الأوقات؟ لا يعني برضو أرجع وأقول أنه زي المشاركة القائد في الميدان يجب أنه أيضا يشارك أبنائه في البيت. إحنا الآن الأبناء بالذات اللي هم اللي عندهم أبناء في المدارس في الجامعات بيبدأوا على البرامج من الصباح لتحضير أو للحاق بما فاتهم أو ما قد يكون مستقبلا مطلوب منهم التحضير للاختبارات أو خلافه، تهيئة الأجواء المناسبة لهم والتجهيزات الإلكترونية وخلافه حتى أنه هم يقدروا يعملوا في جو هادئ ومناسب. وأيضا نجي للأمر الآخر أنه يبدأ الواحد في خطوات بعد ما انتهوا لازم يشاركهم في برامج أخرى سواء حتى في البيت، رياضية ترفيهية، لقطات من الأخبار المهمة وبالذات المفرحة، لأنه إحنا ما نبغاهم يعيشوا في طول وقتهم في قلق ورعب وخوف، وأيضا ما نخليهم لوحدهم في إذا شاهدوا أخباره وخلافه، ونشرح لهم. وزي ما يعني لنا أسوة حسنة في اللي بيطلعوا من قادتنا وما بيصدر من أوامر، كلها أوامر الحمد لله مطمئنة وتدعو للتفاؤل، وليس مثل بعض الدول اللي بيبكي على التلفزيون أو اللي يتكلم يقول الأموات أكثر من يعني شوي يقول الأموات أكثر من الأحياء أودع وكذا، يعني هذه العبارات لا يجب أن تصل إلى مستوى، أنا ما أقول حتى الأطفال الصغار حتى إلى كل المستويات، يعني الجيل اللي هو الإنسان بيتعايش معه. وبنفس الوقت يجب أنه إحنا نعوض ما بيفوتنا من صلوات في المساجد، نحن لأنه لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإحنا نصلي جماعة في البيت. لو ألزم الأمر أيضا نشوف برضو البعض يؤذن لا بأس، يعني كلها حاجات مشاركات. أيضا في أحداث إحنا بنمر فيها مثل الإسراء والمعراج، يعني الإنسان بيضعها على الشاشة الكبيرة ويبدأ يشرح للأبناء، وهذا حصل معي أنا شرح لهم كيف كذا كيف الأسار، يعني حتى أنه بيسمعوا وكأنهم لأول مرة، وبل خليهم يقروا على الشاشة الكبيرة كل واحد يقرأ شوية من الأحداث هذه اللي هي مر بها. في طبعا إحنا دخلنا الآن في شهر شعبان وفي هناك فضل في للصيام، برضو نحثهم على التدريب على شهر رمضان لكل اللي عنده الأطفال الصغار وكذا، لأنه هذه أمور يعني إحنا
لا شك أنها من أساسيات حياتنا، نقوم إحنا بفرائضنا. وطبعا كل دين من الأديان له أسلوبه وطريقته أو المذاهب، لكن إحنا أمة وسط لله الحمد يعني. فأيضا لا ننسى أقاربنا، لا ننسى أبناء عمتنا، لا ننسى جيراننا، كلها بالتواصل بالاتصال نتبادل معهم الأخبار الطيبة، نحاول يعني هنا نحاول نخلق أجواء بديلة عن أجواء الخروج برا لأنه بالطريقة هذه إحنا نعتبر كشعب كمواطنين إحنا نعتبر الجبهة الداخلية لكل موقف من المواقف سواء حروب أو خلافه، وهو ما يخلي الجند في ميدان العمل يرفع عندهم المورال، اللي هو يرفع عندهم المعنويات، نعم، بحيث إنه يكونوا مطمئنين إنه أهلهم مؤمنين وفي منازلهم ومؤمن عندهم كل شيء، ولا نظهر أي نقص أو عجز أو كذا في إمكاناتنا. ولله الحمد يعني أنا أشوف يعني كل اللي بتواصل معهم من أهلنا ومن معارفنا ومن كذا عايشين تقريبا في هذه الأجواء. نعم. طبعا بتطلع بعض التعليقات من ألطف التعليقات اللي أنا سمعتها، إنه أطفال صغار بيسألوا والدتهم تقول لهم بيقولوا لها يعني هو بابا حيعيش معنا هنا في البيت. عجبتني هذه يعني كأنه غايب دائما على البيت. نعم. يعني عموما هو لازم تنطلق بعض الأمور كمان اللي هي فيها تسلية وفيها ترويح عن النفس وفيها فالحمد لله على كل حال. أنا يعني هذه مجمل ما أنا متعايشه وحب إنه وأنا أصادق يعني على ذلك. أصادق على ذلك من تجربة شخصية، مو بس في وقت الأزمات، يعني الوالد كان حريص في تربيتنا على إنه إحنا نكون مشاركين له في الكثير من الأنشطة الترفيهية، الرياضات، حتى يعني إحنا كنا بنات وكنا صغار وكان يوفر لنا هذه الأنشطة في السياقات المختلفة، سواء كان سياق المنزل أو سياق خارج المنزل يتيح لنا، وكان يشاركنا فيه وكان يتحدث معنا ودائما في تواصل مستمر، وكنا على اطلاع بكثير من تفاصيل متعلقة بحياته العملية، وهذا كان يخلينا نقدر غيابه عن المنزل في الأزمات، لأنه كان يروح يعني يختفي بالأسابيع أحيانا، خاصة في حرب الخليج والمواقف التي تتطلب منه أنه ينزل الميدان ويروح المناطق يزورها ويزور الجند، فكنا نعرف إنه هو في مهمة لها علاقة بالدولة كلها ونقدر هذا الشيء، فمشاركته لنا هذه الأشياء كانت جدا مهمة. فحتى للجنود اللي في الميدان الآن اللي ما بيروحوا يشوفوا أهاليهم من أطباء أو جند عسكر أو شرطة، مهم جدا إنه الأطفال يعرفوا إنه أبوهم بطل وقائد، وإنه قاعد يترك بصمة في حياة الناس من حوله. جميل. وهذه يعني إضافة بسيطة إن شاء الله يكون مفيدة للجميع السامعين. جميل. لكن أنا أبغى أعرف شوية عن موضوع حرس الحدود، يعني أنا عندي فضول أنك تدينا كده مقدمة عن قيادتك في حرس الحدود، وقبل كده عن القطاع نفسه، هذا يكون إن شاء الله مدخل جيد لي. نعم. بس حبيت يعني أذكر حالة كده، كان مرت أزمة مالية قبل تقريبا أظنها يعني يمكن بعد حرب الخليج بمرحلة، أنا طبعا قلت في الرياض كنت مسؤول عن بداية مسؤوليتي في حرس الحدود، وكنت كثير ما أطلع في جولات وهذه طبيعة يعني أحب أطلع وأطلع بر وأطلع كذا وبحر وخلافه. فكان في أحد المسؤولين طبعا الكبار اسمه الأمير نايف رحمة الله عليه، وكان فيه وزير المالية، وكان الحديث حول الميزانية وحول كذا في مكان، يعني كنا في مطار ننتظر ضيفه، فكان كل واحد من القادة اللي كانوا موجودين بيتكلم عن النقص في الإمكانات والنقص في كذا والنقص في، وحقيقة
أنا لما صار التوجه لي أنا يعني طالع فلمن أبقى وش عندك أنت؟ قلت الحمد لله أمورنا تمام، ما عندنا أي إخلاف ومو مقصرين معنا، أنه يعني فرصة لي أنه أنا أبرز التعاون، وفي تعاون كان فعلا مع وزارة المالية في كثير من الأمور هم بيستوعبوها وعرفوا مدى الخطورة، خطورة جندي حرس الحدود أنه ما يكون عنده مأوى وما عنده مكان وما عنده سلاح كذا. فكان في يعني فقال طيب وجه، قال ما بتطلعوا أنتوا الميادين العمل كثير أشوفه. التفتوا لي بعضهم وقال طيب أنت لما تروح الميدان وش عندك تقول للناس؟ يعني سألت سؤال محرج ورديت عليه رد حقيقة بسيط جدا، قلت أنا يكفيني أني أصافح الجنود في الميدان، وأنا فعلا هذه كنت حريص عليها صافح الجميع يعني في موقع العمل. أنا بعطي له الروح المعنوية والدافع ده، وهو بيعطيني النشاط من هزة يدي وشبابه وكذا فكانت يعني الحمد لله. نعم طبعا لنا أسوأ فيه، ولا تنبرنا برضو إحنا لاجين عندهم صافحهم، برغم أنه بعضهم يكون مرهق على المصافحة وعلى كذا، لكنها هي في نوع من التواصل طبعا. أكيد عاد أنت عارف الكلام ده الآي كونتاكت. نعم واللمسات التواصل الجسمي لا يعني طبعا أكيد. والأيام هذه ممنوع طبعا بالأخواء بالأخواء فقط بالعين بالأخواء أي سلام نظر مثل ما يقولون. طيب يعني حابة أنه تعرفي بعض الأمور، ما أعرف يعني هو حقيقة ما ودي أطول كثير، بس أبا أعرف كم لي 5 دقائق لأتكلم عن حرس الحدود. اللي يريحك، الحوار اليوم لك وأنت ضيفنا ومفتوح وعلى عيننا وراسنا. لا هو إحنا بس لو ناخد يعني لمحة تاريخية، أنه يعني حرس الحدود كان بداية انطلاقه في المنطقة الشرقية، وبالذات المناطق اللي هي من ضمنها طبعا كان تحرير الأحساء أو بداية فتح الأحساء المنطقة هذه، وكان بدأ في عام 1330 هجرية الموافق 1613 ميلادي. تأسست مصلحة خفر السواحل، كان أيامها خفر السواحل، وعملت دوريات بحرية على طبعا البوانيش اللي سموها القديمة وكذا، ودوريات برية كانت على الإبل، يعني ما كانت هناك إمكانات، يعني يمكن شيء بسيط من سيارات يعني بدأت في الفترة هذيك. طبعا بعد كده يعني انطلق البحر الأحمر، أسس كيان حرس الحدود في البحر الأحمر عام 1347 عام 1928، وكانت مسؤولية خفر السواحل، كان مسماها مصلحة خفر السواحل بجدة غير حرس الحدود، يعني كان هنا ده قطاع وده قطاع، كانت مسؤولة عن الموانئ وأعمال الجمارك، استيفاء الرسوم أو أعمال الموانئ، كانت لها متعدد المهام، إلى أن صدر نظام خفر السواحل أيامها، وسحب منها بعض المهام اللي هي تتعلق في الموانئ وفي طبعا استمر الوضع إلى عام تقريبا 1359، ووحدت في مصلحة حرس خفر السواحل وحرس الحدود، واستمر التنظيم حد ما انتشر في كافة مناطق المملكة. طبيعة الحال يعني احنا لو نظرنا انه طبيعة مهام حرس الحدود هي اللي خلته اقدم قطاع عسكري وامني يتشكل في عهد الملك عبد العزيز، ثم طلع لي ثم طلقت بعد كده عمليات التطوير، عد المسمى اخر شيء للمدير العام لسلاح الحدود، ثم بعدها يعني توالت التغييرات في التسميات، واخر حاجه كانت المديريه العامه لحرس الحدود، يعني توفي طبعا هي تغطي الجانب البري والبحري كاختصار
طبعا مهام حرس الحدود هي تيجي في الدرجة الأولى حماية الحدود، طبعا الموانئ الحدود البرية والموانئ البحرية ومكافحة التهريب والتسلل، الانذار المبكر لو عن أي تحركات غير عادية تحصل منطقة الحدود، القيام بالبحث العمليات البحث والإنقاذ والإرشاد في البر والبحر وإرشاد التائهين وخلافه، وأيضا مراقبة المناطق اللي هي اللي تواجدوا قرب الحدود، ضبط الأمن في داخل الموانئ المرافق البحرية. أنا مرت علي برضو فترة كنت لمدة تقريبا 8 سنوات كنت قائد حرس الحدود أو قائد أمن ميناء جدة الإسلامي، هذه آخر مهمة أسندت هي قبل أن نطلع لبريطانيا دورات. طبعا من مهام حرس الحدود التعاون مع الجهات الرسمية الأخرى، هي حرس الحدود باختصار في الأزمات وبيكون مسؤول عن الانذار المبكر، وأيضا إشغال الجهات الأخرى إذا كانت هناك إطلاق نار أو جهات معادية أو كذا لحد ما تباشر القوات المسلحة أو قوات البرية أو الجوية أو البحرية مهامها، ويستمر دور حرس الحدود في تقديم الدعم الخلفي، يعني بحيث أنه يكونوا هم ظهر للقوات هذه في مواجهة الحدث. طبيعة الحال يعني لو إحنا نبغى ننتقل إلى ما يجري الآن يتعلق بالأوبئة وكذا، حرس الحدود يعني واجه، وأنا طبعا كنت في المهمة دي كان لمدة 2 أسبوع في منطقة جازان اللي هي حمى الوادي المتصدع، وكان يعني القائد اللي احنا بنعتز فيه في ذاك ولا زلنا طبيعة الحال اسمه الأمير نايف بن عبد العزيز رحمة الله عليه، حضر هو شخصيا وجلس في جازان لمدة أعتقد بين 3 أو 4 أيام وزار عدة مناطق وزار مرضى وزار خلافه وكذا. يعني هذا النموذج اللي احنا يعني عشناه، وكان الحدث أيامها حدث شبيه بما بيحصل الآن، كان طبيعة الحال شاركت فيه كل حتى القوات المسلحة وخلافه، حتى أنه الحمد لله مرت الفترة ديك بسلام. ولو استعرضنا الأحداث اللي هي حتى الجوائح الصحية وخلافه وكذا على مر السنين، يعني كان في هناك أدوار مميزة. ما يقع في حدود منطقة الحدود حرس الحدود بيقوم بالدور هذا بالتعاون، حتى يعني دعم القطاعات الصحية أو دعم إلى يومك هذا بيشارك في الأمر في هذا الأمر. يعني ما يعني لو بدي أتكلم بعمق عن القطاع ده ترى الوقت بيكون تفضل أسأل وأنا أجاوب، يعني ما عندي أي مشكلة. تسلم، الله يعطيك العافية. وحقيقة يعني لما تجي مثل هذه الأزمات وهذه التحديات، كل الجهات الأمنية مع الجهات أيضا المدنية من مستشفيات وغيرها كلها تتوحد وتصبح كلها يعني في جبهة واحدة تجاه هذا العدو، سواء كان في أوقات سابقة عدو مثل أزمة الخليج أو في أزمات أخرى أو حتى في الأوبئة كما هو الوضع حاليا. يعني نعم أبو نايف، خلني يعني أستغل هذه الفرصة وأسألك عن موضوع الأزمات اليوم. فيما في شك أنه في دور كبير جدا على الجهات اللي تؤدي مهامها في الميدان من ناحية، ولكن ما هي الرسالة الأخرى أيضا للجندي المواطن اللي يرغب أنه أيضا يكون دور يشكل يعني دور في هذه المنظومة أو هذه الأزمة؟ ما هو دوره تحديدا؟ ما المطلوب منه؟ ما الذي ينبغي عليه أن يقوم به في مثل هذه الأوقات ومثل هذه الأزمات؟ الله، زي ما أنا أسلفت في ما يتعلق بسؤالكم أو بما طرحته حول الدور في المنزل، ومهمته الأولى أنه هو بيحافظ على
النظام داخل البيت، وهذا شيء طبيعي يعني، كلكم راعي كلكم مسؤول عن رعيته. المشاركة الخارجية في حدود أهله وجيرانه، سواء بتواصل معهم، تقديم العون، يعني قد يكون في هناك يعني نقص عند جار من الجيران أو أهل أو كذا، بيحاول إنه هو يسد النقص هذا، وخاصة يعني كثير من ما يسلم يعني بيت من بيوت بيوتنا إنه فيها يكون أو ذا يكون أحد أبنائه سواء في الجبهة في الأزمات أو يكون في الميدان أيضا. أما المشاركة الميدانية فلا شك إحنا نجد إنه في نماذج مميزة، وبدأ الإعلام يظهرها. نحن يعني أهم حاجة في ده نحن ننفذ الأمر ولي الأمر، يطيع الله الرسول والأمر منكم، ننفذ ده إنه خلاص ألزموا البيوت، صلوا في بيوتكم كذا. هذه من أهم الأمور اللي إحنا نلتزم بها أيضا، حتى إني أنا ما أضيق على غيري أو إنه أحرم غيري من ميزة من ميزات، ما يصير في هناك زي ما يمكن حصل بعض الشيء في ما يتعلق بالمعقمات والأدوية والشغلات هذه، إنه في ناس كثير، وهذه حصلت أمام عيني أنا في أحد الصيدليات في بداية الأمر، إنه تجد إنه في ناس يندفعوا حتى ما ينتظر الصيدلي يعطي له الشيء، يروح يلم كل الأداة في سلة أو في كيس ويجي حاسب على المعقمات وعلى لحد ما انشالت من السوق، ولا نفس الشيء الكمامات وخلافه. فأنت يعني أنت بتحرم غيرك من أنا حصل معي موقف في أحد الصيدليات في تميسي دحين كلام داله أسبوع، مريت على صيدلية طلب مني في تميسي بالبيت، أنا شايف عينة موجودة على الكونتر وفي واحد قبلي والله أعتقد أنه سائق أو كذا، كان بيكلم الذا يقول له أنا يعني أبغى 10 حبات فيتامين سي. يا ساتر، أيوه هذه ولا سنة قدام. نعم قدامي سارت، أنا على طول بحاسة أمنية يعني. رحت سألته أنتوا عندكم فيتامين سي؟ قال لي موجود، بس هز راسه، لا هز راسه الصيدلي، هز راسه والتفت لهداك قال له احنا ما نقدر نبيع اكثر من 5. برضه 5 كثير يعني. حتى 5 كثير، هذه 5 شهور ما هي شويه، قالوا 5. انا دحين لما جاء دوري قلت يعني كمان اقول اخذ الخمسه اللي باقي؟ لا. طيب كم تبغى؟ قلت طلعت على اليمين لقيت واحد دوب واصل، يبدو شكله يعني اجنبي كذا يعني خواجه قصدي، فقلت له اعطيني بس 3 ولا أقول لك 2؟ أعطاني 2 وانتظرت شوية على أساس يعني علينا حاسب ذا، قام ذاك قال له في فيتامين سي عندك؟ قال له هذه باقي 3. فهنا يعني الواحد لا يصير فيه، وغيرها تشوفها في السوبر ماركت وبالكذا يلموا بالأكياس وبالكذا. فالمواطنة الحقيقية، ولما أقول مواطنة سواء مواطن أو مقيم، كلنا الآن في ظل الحدث هذا كلنا سواسية، مجتمع ما يجب صحيح. إنه أحرم غيري، ما يجب أحرم غيري من الميزة هذه، أو إن ندفع. حتى تجد في بعض الناس يعني يجيك في اللحظات الأخيرة بيقضي ويصير الزحمة عند منطقة الكاشير بسبب التزاحم، ويطلع برا يأخذ له مخالفة ممكن نتيجة التأخير في طبعا الجوانب المستشفيات، يعني طالما نقول احنا نأجل المراجعة للضرورة او كذا، هذا يجب الانسان برضو يعني يحاول انه يخفف من المراجعات المستشفيات، يخفف من كذا. لا شك انه 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 في ناس بالذات اللي بيتعاملوا مع 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 خارج البيت مؤكد يعني، واحنا يمكن ما نشوفهم بيأدوا مهام متطوعين فيها حسب حسب الموقف. نعم هؤلاء يعتبروا أيضا جنود، يعني
يعني الموقف يفرض عليك انك انت يعني تكون يعني تكون محترم في تعاملك مع رجل الامن، وهذه في الدرجه الاولى مطلوبه يعني. صحيح. الشلك وقف، ما هو زي الايام الخوالي هذيك انه تحاول انك انت تتجاهل ولا كذا، لا، هنا في اوامر عسكريه يعني، ممكن تصل لدرجه ولا نبغى نصل ان شاء الله للشيء ده، لاستخدام الحزم فيها، ولا اذا كان الانسان حاول ما يتوقف او كذا. في كثير من الامور اللي هي يجب انه يستشعرها المواطن والمقيم في ما يقوم به رجال الامن او الاطباء او كافه العاملين الان في ميدان المكافحه، يجب انه يعني احنا نتعب او نكون حريصين في ولا يصير زي ما يعني اذكر ايام ازمه الخليج او التحرير الكويت بعدها وكذا، انه يعني احنا في الشرقيه كنا طبعا انا اول برضو حتى بنتي هذه وكذا، فهناك معذورين نحن ناخذ بالتعليمات انه سكروا الشبابيك، تعملوا كذا، تشتروا فوانيس، فجينا بعد انتهى الازمه لقينا البيوت هنا في جده مليانه بكل المقومات هذه من فوانيس ومن شاشه ومن كذا. طبعا هم بيتبعوا التعليمات، لكن ليس ما بيحصل في 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 مناطق الحدث الان طبيعه يعني احنا مكه على بعد خطوات مننا، التعليمات خلاص ما نروح مكه يعني خلاص. هذه الطاعه دي المفروضه علينا يعني من الله سبحانه وتعالى. وهذا الوعي اللي فعليا نبحث عنه، خصوصا في ظل توجيه القيادات الرشيدة وتأكيدها بأن الأمن الغذائي والأمن الصحي هو أولوية بالنسبة لنا، يعني فدائما هذه الأمور متوفرة، ينبغي الشخص فقط أنه لا يشعر بالقلق. ولا الأمور كما يقال أنها إحنا ما زلنا يعني وسنظل بإذن الله بخير ونعمة دائما. الحمد لله وشكرا. أبو نايف، خلني شوي بوجه السؤال للدكتورة غادة ابنتك. نعم. خلنا بما أن تحدثنا عن الجانب المنزلي والقيادة داخل المنزل، طبعا دكتورة غادة يعني معالي الفريق الركن طلال العنقاوي هو والدك. نعم. ودنا شوي تكلمينا عن قيادة هذا الوالد، هو طبعا قائد على مستوى البلد، ولكن نبغى نعرف شوي عن مستوى قيادته في داخل المنزل، هل هو الرجل العسكري داخل المنزل أم يتعامل بطريقة مختلفة ويقود المنزل بشكل مختلف؟ جميل. قبل ما أخش في الحتة دي عندي تعليق على المواطنة وما ذكره الوالد في موضوع أنه الإنسان لازم يكون عنده اعتبار للآخرين في تعاملاته حتى في وقت الأزمة، وهذا في الحقيقة هو في صميم القيادة النيوكاريزمية. القائد النيوكاريزمي عنده عامل الإيثار عالي جداً، الإيثار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا الإيثار ومصلحة المجموعة، مصلحة الآخر، مصلحة المجتمع، مصلحة العالم، دائما هي في المقدمة عند اتخاذ قراراته، سواء كانت القرارات الخاصة به في منزله أو كانت القرارات الخاصة به في مهنته كقائد. ولعلي أيضا أشير إلى موضوع الأخلاق والتعامل بالأخلاق، لأنه تعاملنا مع بعض في اتصالنا مع رجل الأمن هو تعامل أخلاقي كمواطنين، وتعاملنا مع بعضنا في داخل المنزل وفي أي موقف آخر هو تعامل أخلاقي. لابد أن نضع الأخلاق في مقدمة أي تعاملات حتى في وقت الأزمة، بل في الأزمة تظهر مكارم الأخلاق زي الإيثار، زي الكرم، زي تقديم الآخر، اعتبار وجهة نظر الآخر، الاحترام في التخاطب، حتى لو كنت أنت في قمة الانفعال أو الألم أو القلق، لابد أنك أنت تحتوي نفسك وتضع في مقدمة تواصلك يعني ماذا يطلب الموقف منك من ناحية أخلاقية. نيجي بعد كده لقيادة الوالد في داخل المنزل، هو ذكر جزء منها الحقيقة وأنا صدقت عليه، لعل الجزء الأكبر والأهم وما يتعلق بموضوع القيادة الذاتية، وإحنا كنا في سياق القيادة الذاتية الآن وإحنا بنعرض هذا البودكاست، وصلنا إلى الحلقة 10 وتكلمنا عن قيادة الذات والتاءات الثلاثة والتحرر والتبصر والتحرك كعوامل أساسية في قيادة الذات. من أهم يعني المؤثرات في القيادة الذاتية هي موضوع التربية وصناعة الفصل الأول
من حياة القائد اللي لا يصنع أحد إلا والديه. أنا بالنسبة لي الوالد كان هو الفصل الأول، والوالدة حفظها الله بتربيتها ورعايتها لنا، وأيضا بالمثل الأخلاقية التي غرستها فينا. كلاهما كانوا عامل أساسي ومهم في يعني حياتنا ومستقبلنا كأبناء. من أهم ومن أبرز ما يعني الوالد كان يقوم به معنا من أنشطة ومن طرق تواصل، الوالد كان يعني ممثل للرسول صلى الله عليه وسلم، ما ضرب امرأة ولا صبيا قط، لا كان يضرب ولا كان يمارس العنف، وكانت مخاطبته لنا مخاطبة راقية جدا. يعني أنا كنت أشعر في مراحل مراهقتي كأني والدي هو صديقي، وكان يأخذني معاه لأنشطة مختلفة زي ما ذكرت في السابق. وحتى لو صدر مني خطأ ما كان يعني أبرز، ما كان يعني أقصى ما كان يصل إليه يقول لي الله يهديكي، يعني ثاني مرة فكر في الموضوع أو انتبهي، بس الكلمتين هذه كانت بالنسبة لي يعني إذا تبغوا مثلا توقع ألم على شخص لا تقول له حاجة، بس أنبهه إنه هذا خطأ، فإذا فعل ذلك الشخص هذا يفكر أكثر في الخطأ حقه مما كان حيفكر لو إنك أنت أوقعت عليه نوع من العقوبة. وكانت هذه تربيتنا الحقيقة، يعني أعتز فيها وأحاول أن أمارسها مع أبنائي وأعلم الناس إنه هذه أفضل طريقة لإرشاد الـ وما يحرمنا من شيء، يعني نطلب الشيء فيوفر لنا حتى لو كان الشيء هذا فيه تحدي للآخرين من حولنا، ولكن يعطينا الجايدلاينز الإرشادات، الإرشادات السلامة، إرشادات الاستخدام، الإرشادات الأخلاقية في مثلا امتلاك خطوط العريضة، امتلاك مثلا جهاز أو مثلا الخروج إلى مكان، أو إذا بدك تمارسي نشاط رياضي لابد يكون كذا كذا. فهذه الخطوط العريضة يعني هو يضع الحدود ويرعاها وإحنا نلتزم فيها. ويمكن يعني في اللحظة دي، وأنا ما أبغى أطيل عليكم في الكلام، أنا الحقيقة يعني أبغى أوجه الحوار الآن إلى قيادة الأزمات والقيادة هي النيو كارزمية في قيادة التحول والتغيير والأزمات، هي كلها القيادة النيو كارزمية تتعامل مع هذه المواقف. يعني لعلي أطلب من الوالد الكريم إنه هو يزودنا بمثال من صميم قيادته للأزمات، من حرس الحدود، من حياته العملية. ونتجه الآن إلى مناقشة القيادة الفعلية اللي هي قيادة المنظمة بالكامل وقيادة الفرق العمل، لأنه المستمعين الآن يتطلعوا إلى مثل هذا التوجه، وخاصة الآن إنه في الكثير من القيادات الحالية الآن في مراكز صحية، مراكز أمنية، حيسمعوا هذه الحلقة ويبغوا يستفيدوا من معالي الفريق. الله يحفظ إن شاء الله. الله يبارك فيك ويسلمك. أنا بس يعني برجع بالذاكرة شوية لأيامنا. طبعا ما كان في هناك وسائل التواصل، يعني في أيام سني كنت 10 11 12 سنة 13، فكان في هناك كان في بعض الكتيبات الحقيقة فيها فائدة عظيمة جدا، سواء هي كتيبات دينية أو لا، لكن ما أعرف مين أهداني أنت هديتيني كتاب أو أنك أنت اشتريتيه، اللي هو سلسلة من الكتب الصغيرة اللي هي ما تتجاوز الصفحات، يعني اللي هي أب الدقائق الخمس أو قائد الدقائق الخمس، كل شيء محصور فيها. أنا ما بسوي دعاية الكتاب لكن لا يتذكر يعني نعم هو أسلوب إدارة صحيح لكنه يعني كان من الحاجات، طبعا فيه على غراره كثير طلعت حاجات بعدها حقت كوفين وحقت مش كذا والكذا، لكن هذاك الحقيقة كان ممتع بأنه يعني وجدته أنه يتلائم مع شخصيتي. أنا ما أحب كثر الكلام، حتى في الميدان مع الجند ومع وفي محاضراتي وفي كذا أختصر جدا وأتكلم في ما هو مفيد، وحتى لما أحد يرتكب خطأ مجرد يمكن في بعض الحالات مجرد نظرة قد تكفي، النظرة أنك أنت يمكن تكون أقوى من أنك أنت تكون عنيف أو تستخدم كلمات غير لائقة أو كذا. وهذه والله أنا يعني بعتز كثير إنه كثير من الآن اللي يعملوا في الميدان من بالذات من رجال الأمن وخلافه، أشوف بعضهم أو كثير منهم يستخدم هذا الأسلوب، يعني ما يجي يقول لك يا ولد ليش سوي كذا أو كذا، لا يعني بيتكلم معك وكأنه عنده يعني
أشعة خاصة ويعرف على وجه التعبيرات اللي بتحصل على وجه المخالف أنه بتأسف أو أنه غصبا عنه تصرف كذا وكذا. فدي يعني الحمد لله اللي هي برضو ترجعوا أنتم في الآي كونتاكت والشغلات هذه اللي بال نعم. فالحمد لله هذه بدأت وليتها نحن نقويها في بالنسبة للقياداتنا نكوها في ده. ما هي العبرة في أنك أنت فقط تكون عصا على يعني قدر موقف اللي أمامك أنه لا يكون شخص يعني معذور، يكون شخص عنده فعلا ظرف، يكون راح ينقذ مريض أو كذا. فدي يعني ولا أنه طلعت الحمد لله أنا شايف فينا شباب طلعت على التلفزيون تقول الكلام ده فيما يتعلق بالأزمة اللي احنا عايشينها الآن. نعم يعني تقدير الآخر على ما يعني عندك أنت الموجودة الآن على جهزتنا أنك تعب المعلومة وترسلها للأمن أنك أنت الآن حتطلع وقت بعد كذا. طب بعض الحالات ما تتحمل أنك أنت تجلس تكتب. نعم. بتطلع إذا الرجل اللي في الشارع إذا بيقدر يجب أنه يقدر أنه الموقف ترى ما هو موقف عادي يعني موقف مخالف ما عادية هي. فعموما أنا يعني أنا نرجع لموضوع الأزمة اللي إحنا عايشينها الآن حقيقة وسائل الإعلام وبالذات الحقيقة الإعلام الهادئ اللي هو الآن يعني إحنا نشوفه في شاشات التلفزيون اللي هي بالذات الإخبارية وبرامجنا إحنا اللي هي بتطلع حقيقة مريحة جدا للنفس يعني ما تجد فيها الإثارة ولا تجد فيها التفاعل. ولو أنت بس انتقلت كده إلى بعض المحطات ولا شيء إني أسمي تجد يعني محطات الإثارة يعني بس يبغى يحاول إن هو يصعد ويفعل من الموقف وشغالين يعني حرب إعلامية عجيبة الشكل. لذلك يجب هذه الواحد يعني يمكن الكبير فينا اللي بيفهم بيشوف لقطات منه بيشوف حاجات عشان نعرف إيش اللي صاير حول العالم، لكن ما يجب إنها تنتقل إلى مستوى الأبناء والشباب والكذا. يجب إن إحنا ما نحطهم بمعزل لكن يعني لأنه هو الإعلام الوحيد الآن اللي بيصل بيتك يعني هو اللي بيوصل كل حاجة. هذه حاجة. الحاجة الثانية إنه أيضا لازم الأولاد يعني قبل لا يطلعوا يكون الإنسان يتأكد يعني اللي هو وقت السماح طب أنت طالع ليش إيش عندك عشان لا يضطر إنه يصير زحمة في الشوارع وتضطر الدولة إن هي أو قيادة العليا إن هي تحجم من زي ما حصل اليوم إنه حجموا مناطق معينة إلى الساعة 3 أو حجم كذا ليه لأنه يمكن في كثرة مخالفات في أيضا حالات كذا. لكن التنظيم حقيقة ينطلق من البيت حتى السائق حتى أجمع المفاتيح عندي كلها حق السيارات وأحطها لا أحد يطلع لا أعرف ليش طالع إيش المهمة اللي أنت خارج فيها إيش عندك. نعم. وإذا كان هو بيطالع عشان مثلا يجيب له كتاب ولا شيء يقول له إذا خد جيب كمان معك فاكهة وجيب كذا يصير all in one على ما يقولوا ما يكون كل واحد ينطلق بسيارة صحيح. ما هي وقته مش وقته الآن فعموما يعني فيه حاجات كثيرة جدا الإنسان بيشوفها أمامه الأيام هذه يجب أنه يحجم حركته فيها ويحجم ده حتى لا يكون يعرض نفسه للمواقف أو أنه يضايق غيره أيضا يعني حتى الانتظار على إشارة مرور الساعة مثلا التوقف الساعة 7 لما أنطلق الساعة 6 أو 6 ونص وفي إشارات مرور ألاقي نفسي أنا وصلت البيت يمكن على 7 وربع نعم في تأخير يصير طب أنا أقوم قبلها صحيح جميل إيه يعني لا يصير فيه
الاندفاعية في وقت اللي هي الرش أور على ما يسموها وساعات الاندفاع يعني أو ساعات الدروة. جميل جدا أبو نايف، خلني يعني أستغل اللحظة الأخيرة من البرنامج، ربما نحن في الدقيقة والدقيقتين الأخيرة من البرنامج، في قراءة تحليلية للموقف الحاصل. يعني الكثير من الأشخاص يتحدثون على مستوى المملكة تحديدا كان في إدارة مميزة لإدارة المخاطر ونظرة استباقية للأحداث. اليوم الفيروس تفشى في كثير من الدول، انتشر فيها بفضل الله ثم بفضل قيادتنا الحكيمة. اليوم الوضع عندنا مختلف الحمد لله. تحليلك لهذا الموقف ولإدارة الأزمة ككل؟ حقيقة يعني أنا أحمد الله سبحانه وتعالى أنه الله يعني مبصر ولاة الأمر، ومبصر أيضا البصيرة هذه لا شك أنها يعني منه ومنحة من الله سبحانه وتعالى. يعني حتى الله سبحانه وتعالى أمرنا أنه يعني حتى في العبادة بالله على بصيرة، مش بس مجرد أني أعمل حركات أني أصلي وكذا وأجيب ماشي، لا يعني فيه تبصر كل حاجة في حياتنا. الحمد لله يعني ولاة أمرنا يعني فيهم الوعي التام والبصيرة، وأيضا يحسب الأمور بطريقة منظمة، وأيضا حتى يعني نجد إنه القرارات اللي بتطلع شاملة اقتصاد، شاملة مناحي الحياة المختلفة. ليس هناك يعني ما تشعر في توجيهاتهم أي نوع من الذعر، ولا حتى لو أنه في شيء يعني الواحد فينا يكون ولي الأمر في بيته، يكون في عنده أمور سواء هي في جسمه أو في أحد من الأسرة ما يجب أنه ينشرها، ترى أمكم معها المرض الفلاني أو ترى مش عارف كذا، وده هذه بتسبب نوع من الخوف من الذعر اللي هو يعني قد يصل إلى درجة أنك تعمل ضرر للغير. فأنا حقيقة يعني بالتواصل مع كثير من المجموعات عن طريق تكوين المجموعات أو خلافة أو كذا، أجد يعني الوعي كل ما شاء الله بيزداد، وطبعا المواقف اللي احنا يعني بمر فيها الايام هذه هي تعليم وتدريب لنا، وهي تعتبر يعني فرصه انه احنا نراجع تصرفاتنا فيما مضى، ونعيد حساباتنا ان كان سواء اقتصاديا او ان كان تعاملاتنا مع الغير او ان كان اسرافنا في امورنا، سواء اسراف في اتصال او اسراف في برضو تحركنا. يعني في هناك الان الشباب يعني كثير من الشباب بدل ما هم متجه ل يعني الترفيه، طب الرياضه هي ترفيه، هي في الدرجه الاولى ترفيه، الصلاه نفسها والعباده فيها راحه. فاحنا يعني في كثير من أمور الحياة فنجد الاندفاعية حتى في حالة الأيام الحمد لله اللي مضت أو الأيام القادمة ما يجب نندفع، والله المطعم الفلاني فيه كذا كذا، نروح كلنا جري على هذا المطعم ونعمل ارتفاع في الأسعار، وبالذات يجيك بعد يعني لاجب نتعلم ونستفيد من التجارب هذه. يعني يجب انه يطلعوا بعد كده التحليلات ان شاء الله فيما بعد المفكرين والكذا، انه يستقرئوا ما مضى وما هو حاصل الايام هذه، ونبني عليها مستقبل حياتنا وحياه ابنائنا، لاننا كلنا ومجتمعنا مجتمع لانه يعني من مبدا انه كلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته. فالمسؤوليه يعني ما هو بس مجرد انه البيت، لا حتى التعاملات مع الغير، وبعدين أيضا يعني هي فرصة لتصحيح علاقاتنا مع الغير، مع نفسنا ومع أهلنا ومع لأنها يعني هذا مطلوب. يعني أصلا لا ينام الإنسان اللي يكون قيده مصفي حساباته كلها، وإذا صحي في الصباح يأمل إنه يوم يطلع عليه يوم كله خير وبشيرة وبشائر.
تفاؤل. نعم. تفاؤل. نعم. 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 هذه من صفات القيادة. نعم. التفاؤل. نعم. جميل. طيب الوالد، آخر حاجة، وصيتك للقيادات الاستراتيجية اللي ماسك المنظمات الكبيرة اللي مسؤولة عن كل الحركة في القطاعات الأمنية، ما هي وصيتك لهذا القائد في هذا المنصب؟ والله لا شك أنه ما أبغى أدخل فيه في الوصايا الكبرى، في الوصايا الكبرى في متعلق بتقوى الله وكذا، هذه ما شاء الله يعني كلنا نربين عليها وعايشينها وعارفينها يعني. أيضا الإخلاص والوفاء لهذا الوطن ولولاة الأمر، هذا أمر يعني لا شك أنه أثبتت التجربة اللي احنا عايشينها الأيام دي أنه لولا وجود هذا الإخلاص وفي نفس الوقت الطاعة والولاء ما كان وصلنا لهذا المستوى الحمد لله من الهدوء والتعامل مع الحدث فالقادة الآن يجب أن يعملوا مراجعة ويطلعوا بدروس مستفادة في التعامل، لأنه الحدث هذا اللي حصل لا شك أنه احنا مرينا بحوادث وحروب سواء على الحدود أو مشاركة في أزمات كبيرة، لكن حقيقة أنا أقيم ما نحن فيه هذه الأيام يعتبر نموذج يقتدى به. يعني احنا بنمر كل سنه في الحج بمواقف وبازمات وبكذا مع اللي هي الحجاج والزحمه والمسائل هذه كلها، ولكن حقيقه النموذج اللي احنا عايشين الايام هذه برعايه من ولاه الامر، وده يجب انه نطلع فيه بدروس مستفاده، وهي المطلوبه من كل قائد في كل حدث، هذه دارسينها كلنا سواء في الأمن أو جيش أو خلافة وكذا، إنه في هناك الدروس المستفادة، يعني الواحد ما يطلع بس من هذه ويقفل ملفاته وراح على بيته، لا يطلع لازم قبل لا يطلع من مكتبه لو كان يوميا أفضل كمان يسجل أهم أحداث اليوم وإيش الدروس المستفادة، وبعدها ممكن يجمعها في النهاية إلى ملزمة أو إلى محاضرة يفيد بها الغير، طبعها حتى أنها تكون يعني مرجعية لأنه الكثير من الدراسات اللي بتطلع والكتب اللي بتطلع ما بتقرأ للأسف يعني، لكن التجارب الحية هي اللي الناس ترجع لها يعني شوف مثلاً مسألة ما حدث في الحرم على أيدي الجهمان والطغمة على ما كان السماء وكذا. نعم. إلى اليوم تدرس يعني. اليوم هي تعتبر مرجعية كيف التعامل مع حدث من هذا النوع، لأنه كان حدث نعم. في أقدس مقدسات يعني. نعم. يعني عموما جميل. ما عندي الكثير أضيفه، لأنه يعني هم ما شاء الله يعني وصلوا القادة في حسن الاختيار لهم الى مستويات نعم. يعني راقيه جدا، وهم اهلا ان شاء الله للاستمرار في مهامهم، ولا اقول فقط الامن والقوات نعم. المسلحه عامه والعاملين في المجالات الصحيه او وزاره التجاره او الصناعه اللي هي مفروض الان نوجه بعض الصناعات لمثل هالأمور يعني صناعات نعم. طبية وخلافه وكذا. نعم جميل. يتفضل. نعم. آخر سؤال، العالم الإسلامي والعربي الآن كله يستمع إلى هذه الحلقة، إيش الوصية المقدمة في ضوء إنه المشاعر المقدسة تم إيقاف يعني الدخول لها، وكثير من الناس المسلمين في العالم متأثرين بهذا الشيء وبعضهم يمكن يعترضوا، يعني إيش وصيتك للعالم الإسلامي ككل والعربي؟ والله يعني أنا شايف إنه الشيء اللي حصل هو الصح، وعدم يعني ترك خاصة وإحنا يعني الاندفاعية الموجودة، وبالذات يعني سبحان الله هي حصلت الآن في وقت لما يسمى الكثير من اللي بيجوا اللي اعتمروا يقول لك الرجبية وشعبان ورمضان، ولا شك ان هذه اشهر حرم ومقدسه، ايوه نعم، بالذات رجب
والآن دخلي على رمضان إن شاء الله بعد. فالاندفاع الكبير اللي حاصل هذا اللي يمكن عامل بعض الإثارة عند الكثير من هم، مرتب نفسه وعامل حجوزاته وعامل كذا أنه يجي، فتفاعلات تصير ما لها لزوم. يعني إحنا يعني يكفي أنه خادم الحرمين وهو المسؤول الأول عن الحرمين، وأيضا ما بيصدر الأوامر هذه إلا بفتوى من مشايخ، وهنا في الداخل حقيقة يعني أنا ما أقول الكلام ده يعني مجاملة، لم أحس ولا أجد ولا بتراسلي ولا مراسلات أو كذا إنه في هناك، بالعكس الناس يعني حتى اللي عايشين في وسط مكة مرتاحين، أقول لك لا الحمد لله يعني هذا هو عين الصواب اللي حصل. إنه يعني إحنا من عائلة طوافة، وجدي الله يرحمه كان مطوف، ولو رجعنا لزمان لورا هل كان حيوقف ويقول يا جماعة ترى اختلاطكم ببعض حينشر المرض، خلينا الآن نعمل بوز نوقف شوية، ما في مشكلة؟ والله يعني أنا على ما يعني أسمع من القصص القديمة اللي هي حاجة يسموها سنة يسموها سنة الشوطة، هذه في 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 الحج كانت. وكنت يعني أسمع القصص من الوالد الله يرحمه إنه كانوا يعني كانوا بينقلوا الكلام ده، طبعا له يمكن أكثر من 60 سنة وكذا، إنه يعني أعداد الموتى كانوا بينقلوهم ودفنهم دفن جماعي تقريبا، ناتج عن إيش؟ الحرارة الشديدة اللي حصلت والموت اللي بأعداد كبيرة كان ناتج عن الحرارة، وهذه حاجة خارجة عن الإرادة، يعني ضربات الشمس وخلافه. ثم في سنة اللي هي سنة البرد، وهذه يعني كان خالنا الله يرفع عنه محمد كان مولود في سنة البرد، يعني السنة هذه نعم، فكان برضو يعني حدث غير الأحداث اللي بعدها سارت في أيام الحج من محمد شوكية أو سارس أو أبولا أو خلافه أو كذا، كان في هناك نوع من اليقظة الشديدة، وكان في هناك، لكن ما سار في ولله الحمد في الحج، وطبعا يعني قمة الازدحام صحيح. الحمد لله يعني ما حصل حدث، لأنه نجد أيضا في بعض الأحداث اللي هي في الحرم حصلت كان من الحدث حق جهمان أو خلافه اللي هو مثلا الأمطار والسيول اللي تجتاح الحرم أخرى، كان في يعني برغم الإمكانات المتواضعة كان في هناك برضو تنظيم وترتيب، وفي نفس الوقت يعني حماية للحرم بالذات في مكة، لأنه مكة في وادي يعني فبيتعرض للأحداث هذه كلها. لكن في عصرنا الحديث هو اعتبر هذه يعني من يعني ولا، وأيضا لما نشوف إحنا العالم كله يعني العالم برضو أغلق كنائسه وأغلقه يعني حتى في بعض الحاجات اللي هي ما نتكلم فيها ذا، أنه حتى أغلقت اللي هي الملاهي والشغلات هذه اللي هي ذا أغلقت في العالم كله، كل شيء وقف عن حال العالم. يعني رسالة للعالم الإسلامي أنه هذا التوقف ليس توقف صحيح. نهائي، وإنما هو وقت حماية ووقاية، لأنه تخيل أعداد الموتى اللي ممكن يعني تصير بسبب الاعتمار والحج والناس المرضى، يعني فوق الكاباسيتي والطاقة الاستيعابية لمستشفياتنا ولإمكاناتنا، وإحنا رسالتنا الأساسية الأولى هي حماية الحاج وتيسير مهمته هو والمعتمر، إنه هو يوصل إلى البيت الحرام ويؤدي بسلام ويرجع لأهله بسلام. بالتأكيد، وربما يعني مسمى خادم الحرمين الشريفين مسمى كبير جدا، ومن خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الحرمين الشريفين أن يخدموا في هذا الوقت بأن يوقف لظرف معين ولوقت معين من أجل مصلحتهم. فالله يبعد إن شاء الله عنا وعن كل آمين. أحبابنا وعن العالم ككل، سواء العالم العربي أو العالم الإسلامي أو عن العالم ككل. كل الشكر والتقدير لك معالي الفريق الركن طلال بن محسن العنقاوي، الحديث حقيقة معك كان ممتع وكانت رسائل كثيرة في مختلف الاتجاهات، إن شاء الله تكون وصلت لمن يهمه أمر هذه الرسائل. كل الشكر والتقدير لك مرة أخرى معالي الفريق ركن
طلال بن محسن العنقاوي، وشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام في كل مكان. في الختام تقبلوا أطيب التحايا مني أنا محدثكم عبد العزيز الحجي، نلتقيكم على خير، دمتم بخير وإلى اللقاء. استمعتم للدكتورة غادة العنقاوي تتحدث عن قيادة المنظمات وفرق العمل في بودكاست القيادة. إلى أن نلقاكم مجدداً.